أحد العناصر هذه التسديدة التي كانت من حسين جبار، والكرة التي ارتطمت في أرضية الميدان وكادت أن تأتي بخبر سار، وكادت أن تأتي بخبر سار، لكن إيش اللي صار؟ توقيت مثالي وحسين بكرة العرضية. الله 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 على كرة أيمن حسين الخطيرة، على هذه المقوسة، على هذه الرأسية التي كاد أن يأتي بخبر يقين. الحسن لم تهدد جلال حسن وأرشد. الله سمعني أرشد، سمعني أرشد، ولذلك قال احنا ما نهدد، احنا ما نهدد، خذ لك وحده التي مرت الى خارج ارضية الملعب بجوار القائم الايمن من مسافة بعيدة، كاد ان يفعلها ارشد العلوي، والكرة التي حاول او راح معاه منها جلال حسن الى ركلة مرمى. ياهي كرة، ياهي 26 ماذا يملك هذا الضرغام في هذه الكرة الثانية؟